بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كسر 2016 بروجكت 53 وسؤال رقم 13 بيقول لي كريت ماكرو نيم. ناخد دي كده كوبي ده اسم ماكرو هنعملها وازاي كنترول ان شورت كات كي اند ان ماكرو ديسكريبشن ذات بيرفورمنس ذا فولوينج اكشن. ناخد كده كوبي ونروح هناك. ندخل هنا في الديفولبر وهنا في الديفولبر هنا نقفل ده. طبعا نروح لأي حاجة تانية المفروض نقف في أي مكان تاني. هو احنا الماكرو هنعمله لإيه؟ كاترينج كونتنتس ويز ذا كنترول إن شورت كات كي تمام ديسكريبشن ذات بيرفورمنس سيليكت ذا كونت ورك شيت فلتر باي. طيب هنمشي معاهم خطوة خطوة. نيجي هنا في المكان دوت نعمل ماكرو اسم ماكرو نعمل كنترول في الاسم اللي معانا ونحط كنترول مع ان في الديسكريبشن ده هيشتغل في الورك شيت اشتغل معانا هنا دوت ديسكريبشن اند ان ابلكيشن ماكرو فولونج سيرز بيرفورمنس ذا فولونج اكشن. تمام ماشي هنحط بس اي حاجه هنا في الديسكريبشن. ممكن ناخد دي كده كلها كوبي نحطها في الديسكريبشن او اعمل ايه في الديسكريبشن احط اي حاجه ان ابريبيريتي ماكرو ماشي. هنا نقول له اوكي ونبدا نشتغل. هيبقى اول حاجه سيلكت الورك شيت بتاعنا هنقول له كده اوكي كده الماكرو بدا يشتغل معانا. اول حاجه نعمل سيلكت للورك شيت بتاعنا اللي هو كاترينج ده. بعدين تاني حاجه بيقول لي فلتر ذا بيفت تيبل تو شو اونلي بريكفاست اند لانش ايفنتس بريكفاست اند لانش ايفنتس. نيجي هنا نختار نفتح القائمة دي ونختار نعمل سيلكت نلغي كله وعايز ينزل ايه بس لانش ويز بريكفاست بريكفاست اند لانش عايز ينزل البريكفاست واللانش ويز تيتشرز اند ستاف هو عايز ينزل بريكفاست واللانش شو ما دول لو عايز يظهرهم. قالك ايه فلتر ذا بيفت تيبل تو شو اونلي بريكفاست اند لانش ايفنتس تمام. نفتح تاني كده نعمل علامة استفهام نلغي كله ونعمل سيلكت على البريكفاست واللانش نقول له اوكي. طيب ايه تاني بريكفاست واللانش. تالت حاجة بيقول لي اكسبورت ذا بيفت تيبل ورك شيت تو بي دي اف نيمت هيخرج دوت في ملف بي دي اف. نعمل كده كنترول وسي عشان ده اللي هيخرج معانا. in the location specified by your instructor هنيجي هنا هنخرج الفايل بتاع البيفت تيبل ده اللي احنا معلمين عليه ده هنقول له فايل هنقول له اكسبورت وهنا في الاكسبورت هنخرجه كبي دي اف كريت بي دي اف وانا في البي دي اف هنا اوبن فايل ترانسفير نعمل هنا كنترول وفي ونعمل في المكان اللي هنحفظ فيه الشغل بتاعنا نعمل ببلش روح خارج معايا البيفت تيبل بالمنظر ده كده تمام. ايه تاني ذا لوكيشن سبيسيفايد فيه ريموف ذا فلترز فروم ذا بيفت تيبل تو شو اونلي ايفنتس هنقفل دي نرجع تاني هنا في الاكسل نعمل شو اول سيلكت اول نعمل اوكي بعدين
remove the filter from the pivot table to show all events. In the reservation input worksheet, make cell B2 the active cell. In the reservation input worksheet, reservation work machine B2 active. Make cell B2 the active cell. بعد كده نقفل الماكرو بتاعنا ستوب ماكرو. تمام. بعد كده بعمل هنا 14 تيست ذا كاترينج كونتنتس ماكرو يوزنج شورت كات كي. هعمل تيست بالاختبار ليه بالشورت كات. هنيجي هنا واعمل كنترول مع حرف الان اروح منفذ لي الماكرو بتاعي بالمنظر ده كده. تمام. اقفله. بعدين if the macro does not work, close the workbook without saving, you change ribbon the workbook and record macro again. بيقول لي لو الملف بتاعي لو الماكرو بتاعي اشتغل مش غلط في حاجه غلط هقفل من غير ما احفظ واعيد المحاوله مره تانية. رقم 15 هنا بيقول لي create a button below the transfer data button. يعني هعمل ملف زرار تاني تحت زرار بتاع transfer data button on the reservation input worksheet. في الملف اللي هو بتاع الانبوت worksheet دوت هاجي هنا واضيف زرار جديد تحت زرار بتاع transfer data. بس عشان اضيف زرار هلاقي الملف ده مقفول. ليه مقفول؟ عشان اتفقنا عشان ده يبقى مفتوح معايا لازم الغي البروتكشن. لازم الغي البروتكشن في الفيو هنا هقول ان بروتكشن شيت عشان اقدر اضيف زرار تاني هنا. فهخش هنا على الديفلوبر واجي هنا عند الزرار افتح دي هل عندي حاجه اسمها بوتون اضغط عليها واعمل الزرار التاني الجديد كده بالمنظر ده كده. ده الزرار اللي هنشتغل عليه هيشتغل ايه كاترينج كاونت. كاترينج كاونت نتاكد منه ده and then assign the macro to the button. Change the default label to macro description on and remove cell protection. بيقول لنا ملحوظة remove cell protection الحماية while creating the macro button and then reply cell protection. وبعد كده رجع الحماية بتاعتك تاني. طيب هنحط عليه هنا الاسم بتاعه اللي هنسموه له كاترينج كاونت مثلا. ناخده كده كوبي ونيجي هنا كاترينج كاونت دي نقول له اوكي. نغير الاسم بتاعها الاساسي ده ونعمل كنترول في كاترينج كاونت بي دي اف. تمام. بقى ده كده الزرار بتاعي. لو عملت تيست عليه هيروح منفذه لي ويخرج البي دي اف تحتي بالمنظر ده كده. تمام. الحاجة التانية 16 run the catering count and clear input macro to test the button reveals the macro if necessary. Remove the developer tab from the ribbon. هنيجي هنا نضغط بيمين ماوس custom the ribbon ونلغي developer tab نقول له اوكي. هلا developer tab اختفت معايا من فوق. طبعا المفروض نرجع تاني نعمل بروتكت للشيت قول اوكي. تمام. سيف ذا ورك بوك از فاينل دوت نعمل كنترول و سي كده ناخد الكوبي الماكرو انيبل ورك شيت اند زين كلوز ورك بوك. نيجي هنا خش فايل نعمل سيف اس براوس نعمل كنترول في هو فاينل نعمل سيف. تمام.